تفضل. لازم نقول هذه الهضره هذه فيما يخص بعض المدربين الشباب اللي هم طالعين عندهم كفاءات والى اخره. كاين مدربين الاهلي بن صافي وجلالي بهلولي ماشي معروفين على الساحه الكرويه اللي راهم يقدموا نتائج عمل مميز لاعبين تحروا فوق الميدان. ونشوفوا من المناجير الجديد يقول لك انا نجيبوا ان غون اونترينور مدرب كبير. ما معنى المدرب الكبير؟ انا نظن هذا العمل اللي هم يقدموا فيه هذ المدربين هذا هو اللي يخلي المدرب كبير والنتائج اذا الى موجود في زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.